الله وبركاته. الجزائر والمغرب يصرخون أموال طائلة من أجل اللاعبين مزدوجي الجنسية. هذا كلام فوزي، يا ترى ما هذا الكلام؟ فوزي الجنسريتي، يا ترى ما هذا الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوف ماذا يقول هذا التونسي. أتمنى من إخواني وأخواتي وضع لايك والاشتراك في القناة، اللي ما حطش لايك أتمنى إنه هو يحط لايك، واللي ما اشترك عندي بالقناة أتمنى إنه يشترك ويشرفني وينورني. وتعالوا مع بعض نشوف تفاصيل هذا الخبر. يلا لايك واشتراك إخواني وأخواتي. طبعا هذه تصريحات نارية من فوزي، وهذا فوزي الإنجليزي المدرب التونسي الشهير، حيث قال الجزائر والمغرب يصرفون أموالا طائلة من أجل لاعبين مزدوجي الجنسية، ولن نستطيع أحد إيقافهم في المستقبل، سيكون مثل فرنسا وإنجلترا. ستشاهد تصريحات نارية من الأقوى بالنسبة لفوزي. ولكن عزيزي قبل ما نبدأ إخواني وأخواتي، أتمنى منكم مرة أخرى وضع اللايك والاشتراك في الموضوع، اشتراك في الفيديو حتى ندخل في الموضوع. تصريحات فوزي وهو المدرب التونسي اليوم الثلاثاء، قال تصريح ناري ولكنه صحيح، تصريح ناري جدا. ويقول حينما قال إن الجزائر والاتحاد الجزائري والمغرب والجامعة الملكية المغربية يصرفون أموالا طائلة من أجل جلب لاعبين صغار في السن، وأيضا يتكلم عن مزدوجي الجنسية من أوروبا، وهؤلاء اللاعبين سيكونوا مستقبل للكرة الجزائرية والمغربية، وأتمنى أن تفعل الاتحادية التونسية هذا الأمر، وقد بدأت الاتحادية المصرية لكرة القدم بفعل ذلك، وأعتقد أنهم سيكونوا مثل الجزائر والمغرب. ولكن الجزائر في الأوان الأخيرة جلبت عددا كثير من اللاعبين مزدوجي الجنسية، في آخر عام تقريبا جلبت أكثر من 15 لاعبا، وهذا أمر ليس بالهين، تجعل منتخب الجزائر مثل منتخب فرنسا وإنجلترا، طبعا متأجج بالنجوم واللاعبين الصغار في السن والذين سيكونوا مستقبل الكرة الجزائرية مثل المغرب تماما. ولكن المغرب أقل شيئا بسيطا في الأوان الأخيرة. قال فوزي إن استمرت الجزائر والمغرب في فعل ذلك ولم تفعل أي دولة أخرى هذا الكلام، فأعتقد أنهم سيحتل إفريقيا لسنوات قادمة طويلة جدا. هذا ما قاله، تصريحات فوزي المدرب التونسي. ما رأيكم أخواني وأخواتي؟ أتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا وسهلا بالجميع.